بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قضاء الضلوعية، أصدرت عشائر الجبور في القضاء قراراً يمنع التجمعات بكل أنواعها، وذلك لمنع تفشي الوباء بين الأهالي. الزميل جاسم الأبو جاسم والتقرير التالي. انسجاماً وقرارات خلية الأزمة الأخير ولازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الضلوعية نتيجة الملامسة، عشائر الجبور في الضلوعية تصدر قرارا بمنع التجمعات العشائرية الخاصة والعامة، وذلك للحد من التلامس بين المواطنين. مع قرارات خلية الأزمة ويا الأمور هذه والتباعد وعدم التجمعات الفواتح والأعراس والأمور الباقية، احنا صار بها توجيه بهذه الأمور وتبلغت كل الناس أو الذوات الموجودين على أنه يتثقف هذا الشيء حتى الناس ما تجمع وتنبدع بنفس الوباء ونفس الأمور هذه الأخرى. بأي تجمع بأي حال بأي أمور احنا لازم نقف ويا خلية الأزمة حتى الأمور تمشي والثقافة تمشي بهذا الاتجاه. نوجه هذا الشيء، نقول لهم التزموا بالإرشادات الصحية والتفاصيل الباقيه، لان هذا الوباء ما يعرف يقتل، قاعد يموت ناس علني، واحنا ويا عدم التجمعات وعدم الالتفاف وعدم كل الامور على سبيل انه نحافظ على نسيجنا الاجتماعي وعلى منطقتنا وعشيرتنا وكل العراق. احنا يعني جهه صحيه نحيي القرار العشائري اللي صدر مؤخرا بقضاء الضلوعيه، ونتمنى من جميع الاقضيه بالمحافظه وبعموم العراق انه تحذوا حذو العشائر الموجوده داخل المدينه. القرار يصب على مصلحه الجميع، انه كل واحد يحافظ على نفسه ببيته، تلغي موضوع التجمعات العشائريه، ينتهي موضوع التواصل الاجتماعي، يعني على قدر حاجتك بالسوق تطلع وترجع مع اخذ بشروط السلامه الصحيه. يعني هو الحال للعالم كله، العالم بدا يتجه للتعافي بسبب انه التزم بالاجراءات الوقائيه، الاجراءات اللي يعني دائما التعليمات اللي تصدر من منظمه الصحه العالميه، الا بالعراق لسبب لانه احنا الشعب لحد الان ما يدرك حجم الموضوع، ما يدرك حجم خطر المرض هذا على 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 يعني ممكن احنا كشباب او الفئات العمريه اللي يعني من ال 20 لحد ال 40 ممكن ما تضرر، بس انت عندك ابوك بالبيت، عندك امك بالبيت، عندك مريض، عندك انسان قليل مناعه، فهاي الفئات كلها مستهدفه، واذا صار الشيء لا سمح الله فاحنا كلنا نتحمل خطر هذا الموضوع. المواطنون من ابناء المنطقه ايدوا تلك القرارات مستندين بذلك على الضعف العام بالمؤسسات الصحيه، وان لا خيار لهم سوى التباعد الاجتماعي. اريد اوضح بهذا المناسبه مال تزايد الاصابات رسالتين لاهالي الضلوعيه الكرام ولمن سواهم. الرساله الاولى، احنا كل ما يضغطون المسؤولين ويضغطون اهل الراي والشورى لازم نفهم بانه هذا لمصلحتنا. هو ما راح يستفاد من عدم حركتك بالشارع اكثر ما انت تستفاد. هذه رساله اولى لازم نعرف انه هذا لمصلحتنا احنا. والرسالة الثانية، ثبت أنه أعظم الدول واللي أكثر تطوراً بالطب بأي علاج ما فاد سوى التباعد الاجتماعي، فأني مع التباعد الاجتماعي، مع عدم التجمعات، مع عدم إقامة مجالس العزاء والمناسبات والفرح، فما إن غير الحل الوحيد هو التباعد الاجتماعي. أنا مصاب مرض جائحة كورونا، أوصي أخواني بالالتزام والابتعاد عن التجمعات واخذ الوقايه، واي انسان يحس عنده اعراض بهذا الموضوع لو يحجر نفسه راح يسوي مسحات. حجرت نفسي صار لي 16 يوم، وقبل ما اروح اخذ مسحات انا ايضا بتقريبا 7 ايام حاجر نفسي. بعدين ورا ما حسيت يعني انا اي اعراض ما عندي لحد الان الحمد لله، يعني لا سخونه اي اعراض بخصوص هذا الموضوع ما عندي. صحتي جيده، ومع هذا انا ملتزم رياضه واخذ فيتامينات وحاجر نفسي عن اي شخص وما استقبل اي شخص، لان هذا الموضوع ما بي مجامله، بي ارواح ناس. رسالتي للجمهور الالتزام موضوع الوقايه من هذا المرض، لان هذا المرض ما يلاعب. واي انسان يقول هذا المرض ما موجود، نعم موجود هذا المرض، والاستخفاف والاستهزاء بهذا الموضوع قاعد يؤدي بنا ندفع نتائج هذا الموضوع. قرارات عشائريه هدفها سلامه العامه، لتجعل من هذه المجالس شبهة خالية بعد أن كانت تزدحم بالوافدين. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم الأبو جاسم، الضلوعية.